التواصل حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء يتواصل في هذا الصباح الجميل وبداية انطلاقات الكبار من خلال التواجد هنا شوطنا الخامس في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. الشوط الخامس خاص بالحول المحليات الأصايل لتنطلق هذه الدفعة الأخرى معلنة مشاركة هذا المهرجان الكبير وهذا المحتفل الراقي هنا في ميدان المرموم. الشعارات المختلفة كذلك مع تنافس الجميع لنيل الألقاب وكذلك نيل تحديات هذا الموسم بكل قوة وبكل منافسة شريفة في ميدان السباق. نشاهد الآن المركز الأول وصدارة الشوط مع الشاهينية، مع الشاهينية لراشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، هي الآن من تتقدم على أول المنطلقين. المركز الثاني نشاهد الآن في المركز الثاني في هذه اللحظات انطلاقة الظفرة، حمد بن نابت بن خيلة هو الآن من يتواجد مع المركز الثاني. أما المركز الثالث وصلت الطيارة لنهيان بن حمد بن هيان العامري هو الآن من يصل ويحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام، بينما المركز الرابع وصول من قبل جبارة، جبارة تعود ملكيته لمحمد بن سالم بن خلفان المنصوري هو الآن في الرابع المراكز. والمركز الخامس نشاهد وجود العزوم لغانم بن علي بن حمودة الظاهري من يتواجد ويحتل المركز الخامس ليقدم لنا العزوم، بينما المركز السادس تواجدت فيه سلهودة تعود ملكيته لأحمد بن سعيد بن هويدن الاجتبي من يصل إلى المركز السادس في هذه الأثناء. أما المركز الثاني فهناك تواجد بن خيلة يقدم لنا مشاهدينا الكرام الظفرة، حمد بن نابت بن خيلة العامري، بينما نهيان بن حمد بن نهيان العامري لا زال في المركز الثالث مع وجود الطيارة. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، ولكن نعود إلى المركز الأول الذي أصبح الآن في قمته وفي تحديه. هذه الدختورة حمد بن علي اليحافي في المركز الأول، وحمد بن دغيميل اليحافي هو الآن المسيطر مع هذه اللحظات. الظفرة قادمة يا بن دغيميل وخذ حذرك يا أخوي. هذه الظفرة حمد بن نابت بن خيلة العامري الآن بدأ في اللحاق في المركز الأول، لكن الدكتورة مسيطرة، الدكتورة مسيطرة، ولكن الظفرة، الظفرة ما عن هبوب هذرة، ما عن هبوب هذرة. الله، الظفرة 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 منافسة قوية، منافسة قوية مع هذا الشعار في هذا المهرجان. الله، انتزعت الآن الظفرة المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هذه مشاهدينا الكرام الظفرة على المركز الأول الآن بدأت تسلم على هالي الهير وتضيف نقطة إلى هذا الشعار وسجلات هذا الشعار مع هذا الموسم الرائع، هذا الموسم الناجح. وبالفعل استطاعت الظفرة أن تحقق الانتصار في هذا الشوط وهذا الناموس. حمد بن نابت بن خيلة العامري تهانينا على الفوز والانتصار في مسافة هذا الشوط وفي منافسة هذا الشوط. المركز الثاني الدكتورة حمد بن علي بن دغيمين اليحافي، المركز الثالث هناك الطيارة لنهيان بن منانة يتواجد لمشاهد الكرام حشيمة سعيد بن منانة بن غدير، المركز الرابع، المركز الرابع اللي يصل الآن سعيد بن عثب الغزل العامري يقدم الغربية، والمركز الخامس عوايد محمد بن سلطان بن مرخان. مشاهدينا الكرام كانت هذه النتيجة عودة إلى التوقيت الزمني وعودة إلى لحظات الوصول مع وجود الظفرة بتسع دقائق وسبع وعشرين ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا حمد بن نابت بن خيلة العامري على فوز الظفرة بالمركز الأول، بينما المركز الثاني كانت الدكتورة حمد بن علي بن دغيميل اللي حافي تسع دقائق 29 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. أما صاحبة المركز الثالث كانت الطيارة لنهيان منانة مشاهدي الكرام حشيمة تصل بتسع دقائق 30 ثانية وفاء وتماما لسعيد بن منانة بن غدير. تهانينا على الفوز والانتصار.